السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مي عبد الفتاح من قناه كبسوله طبيه. ان شاء الله هنكمل باقي كورس الميكروبيولوجي. هناخد حاجه بسيطه خالص النهارده، هتكلم عن الدايريا. ايه الدايريا دي؟ معناها اسهال. طيب انا دايما الاسهال والجاسترو انترايتس الاثنين مرتبطين ببعض. غالبا الاسهال بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان في مشكله في المعده والامعاء. طيب انا هنا لما قلت الجاسترو انترايتس، ملاحظ ايه؟ ان انا قسمتها على ثلاث مقاطع، جاسترو انتر ايتس. كلمة ايتس لما تشوفها في اي كلمة معناها التهاب. طيب جاسترو معناها معدة، انتر معناها امعاء، يبقى اقصد بالكلمة ايه دي؟ الكلمة الكبيرة دي معناها بسهولة جدا الجاسترو انتر ايتس معناها التهاب في المعدة والامعاء. طيب يبقى عن الاسهال ده اللي هو الدايرية بيحصل نتيجة ان في مشاكل في المعدة والامعاء بالظبط. طيب في كوزس، طيب عندي كلمة causes of diarrhea، في أسباب. إيه أسباب الإسهال ده؟ ما هو الإسهال ده عرض، حاجة بتظهر فترة معينة. إيه أسبابها؟ والله ممكن يبقى بكتيريا، ممكن في بكتيريا معينة إحنا دخلت جسمنا عملت مشكلة في الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء فنتج عنها الإسهال، أو نتيجة فيروسات. viral causes أسباب بكتيرية، أو viral causes أسباب فيروسية، أو fungal كوزس اسباب فطريه او نتيجه الطفيليات اللي هو الديدان بقى والحاجات الكائنات اللي هي الدقيقه خالص. طيب كمل معايا. لو هناخد النهارده حاجه بسيطه خالص عن امثله عن انواع البكتيريا اللي ممكن تسبب لي الاسهال. كلنا نسمع عن حاجه اسمها السالمونيلا. سوري، سالمونيلا. ايه السالمونيلا دي؟ بص يا جماعه، انا عندي السالمونيلا دي تيجي دايما، او دي انواع من احدى انواع البكتيريا. طبعا مفروض ان انا لما اجي اقول احدى انواع البكتيريا هذكر كذا نوع. النهارده هذكر انواع بسيطه، واحدى انواع الفيروسات هذكر كذا نوع. في كل فيروس ليه مده معينه وبيعمل اثار معينه في الجسم، بس خلينا متفقين ان اي سبب ايا كان هيسبب لي السبب الرئيسي الاسهال. طيب البكتيريا السالمونيلا دي بكتيريا، دي نوعها سالبه جرام. طبعا يعني نيجاتيف جرام، ارجع لاول فيديو هتعرف معناها في الميكروبيولوجي. طبعا السالمونيلا دي منها اصناف وانواع كتيره، وممكن تيجي نتيجه الاطعمه الملوثه والميه الملوثه اللي فيها براز بتاع اشخاص مصابين بالبكتيريا السالمونيلا، او الاكل اللي مش مطهي كويس، او الاكل الملوث. كل ده اسباب تسبب لي ان البكتيريا السالمونيلا دي تدخل جسمي وعن طريقها تبهدل لي المعده والامعاء وتظهر عن نفسها بالاسهال. طيب عندي نوع تاني من البكتيريا اسمها شيجلا. على فكرة اسمها شيجلا او شيغلا بالجيم او بالغين، مش فارقة معايا. الشيجلا دي يا سيدي دي برضو نوع من انواع البكتيريا، وبرضو متفقين ان هي بتيجي نتيجة المية والاطعمة الملوثة وعدم غسيل الايدي بعد تغيير الحفاضات. طبعا يا امهات كتير بيستهونوا بتغيير الحفاضات على البيبي او حاجة، طبعا الحاجات دي، او مثلا دخول المرحاض وعدم غسل الايدي بشكل سليم، ممكن برضو انت نفسك تعدي نفسك او تعدي اشخاص اللي حواليك، او نتيجة عدم النظافة الشخصية تسبب برضو ان البكتيريا تدخل جسمك وعن طريقها هتعبر عن نفسها برضو باهم عرض الاسهال. طيب كمل معي. كلنا جيت في فترة سمعنا عن الكوليرا اللي هي حصدت ناس كتيرة جدا، وناس كتيرة جدا مات بسبب الكوليرا. طيب عندي حاجة اسمها فيبريو كوليرا، معناها دي البكتيريا اللي بتسبب لي مرض الكوليرا. طيب مرض الكوليرا دي اصلا بيبقى موجود فين، او بمعناها ايه؟ برضو بيحصل في مشكله كده في المعده والامعاء عندي، وبرضو في فتره كبيره في الولايات المتحده ناس كتيره ماتت بسبب موضوع الكوليرا دي. ما كانوش لاقين برضو سبب واضح، او مش لاقين علاج معين عشان يعالجوها. بس الحاجات الشائعه ان برضو بكتيريا الكوليرا دي جايه بسبب الطعام الملوث والطعام الغير مطهي، الا وهو السوشي. لازم نكون فاهمين ان برضو الاكل اللي مش مطهي، او اللبن اللي انت مثلا بتجيبه، في ناس بتبقى بعد مثلا ما تاخد اللبن من المصادر الحيوانية تاخده على طول وما تغلوهوش كويس، طبعا بيبقى مستهونين ما يعرفوش ان ممكن يبقى فيه انواع بكتيريا معينة بسبب ان الطعام نفسه مش مطهي، او اللبن نفسه مش مغلي كويس. ماشي يا جماعه، يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن حاجات بسيطه خالص نطلع بيها بالدايريا الاسهال، وعرفنا ان في منها اسباب كتيره، ممكن بكتيريا او فيروسات، وخدنا بعض انواع البكتيريا زي السالمونيلا وزي الشيجلا وزي الايه الكوليرا. دي احدى انواع البكتيريا اللي بتصيب لي الجهاز الهضمي المعده والامعاء يعني، ويتعبر عنها او واحد بيعرف ان عنده البكتيريا دي ازاي اكتر
اكتر الاعراض اللي بتحصل، بيحصل طبعا اسهال ووجع في المعده وتقلصات شديده، والاسهال ده ممكن يؤدي الى الموت وممكن يؤدي الى الجفاف، ان جسمك يفقد سوائل شديده جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناه.